تقدم كبير لقوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف العربي في معارك الساحل الغربي لليمن، إذ وصلت قوات التحالف والمقاومة اليمنية إلى مشارف مديرتي التحيتة وحيس، وكان جنوب مديرية التحيتة الساحلية في محافظة الحديدة مسرح مواجهات متصاعدة بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية. وتتمركز قوات الشرعية في منطقة القطابة جنوب التحيتة وتسعى إلى التقدم نحو مركز المديرية. أيضا تشهد أطراف مديرية حيس شمالية شرقية الحديدة مواجهات بين الطرفين، الغلبة فيها للقوات الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي. ويأتي هذا التقدم في أعقاب تحرير مديرية الخوخة بالكامل، أولى مديريات الحديدة على ساحل البحر الأحمر.